السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ومرحبا بكم، معكم زياد هادي أستاذ آلة العود والنظريات من العراق، شرف إلي الكبير. طبعا عندي دورات موسيقى، قبل ما أبدي في موضوع عندنا السر الرابع اللي هو قضية المواويل والموال في الأغنية، وهذا مهم جدا السر الرابع. لذلك فأنتوا قبل ما أبدي أنه هناك دورات موسيقية لتعلم العود والغناء، أي واحد من عندهم أونلاين مباشرة وياي أو حضوري موجود في بغداد، وهذا الشرف إلي الكبير حقيقة. أخوان الأعزاء، أكو قضية جدا مهمة اللي هي المواويل بالأغنية، وهي كثير من الأخوان المبتدئين يعانون من أده. الموال لازم يكون عندك أنت ماخذ قبلها هذه الأسرار الثلاثة حتى تقدر تدخل موال، لأن موال يا محددة عندك أيضا الطبقات، يعني أكو طبقات عندك محددة ومشتغلة ومصلحة لك الأستاذ حتى أنت تقدر تشتغل مواوي. أكو في استثناءات في هذا القضية، في أكو كثير من الناس إنه عندهم مواهب غناء ويعطيك موال ويعطيك طور ريفي أيضا جميل جدا، لكن ما يعرف الصعود، صعوداته نزولات استقراره دخوله هنا، اكو اشكالية عنده تكمل وين عنده بهذا القضية، او مثلا يشتغل لك موال ويقول لك يا يصير نشاز، ليه ما ماخذ نفس، ما ماخذ الاسرار الثلاثة اللي هي موجودة بالبداية. فلذلك يحتاج انه شنو يحتاج، يحتاجك انه يدخل يعرف الاسرار الثلاثة اللي هي موجودة قبل دخول المواويل. المواويل تكرس نفس التقاسيم اللي أخذناها في دروس تعليم العود، وهي تكون المراحل هي استقرار مثلا بالمقام نفسه، ومن ثم انتقال إلى مقام آخر، ومن ثم التالي الرجوع إلى المقام الأساسي الرئيسي، وبالتالي راح تفتح باب لك بهذه المهمة. كل هاي موجودة في دورات الموسيقية اللي هي 8 محاضرات، واللي موجود رقم الواتساب موجود أسفل الفيديو، نقدر نتباحث فيها. وفي هذا الدرس أعطيتكم أني سر بخصوص هذا الموضوع، إذا عندك النفس وعندك تحديد الطبقة وعندك دخول المقامات، وبالتالي هي جهدك الذبة على الموال بعد ما تحفظ كلام، وبعد ما حددت إليك الطبقات، وبعد ما تعلمت من الأستاذ. في السر الرابع أنه مفاتيح الأطوار، فيه مفاتيح المقامات العربية، كيف تبدي تغني كغناءك، وبالتالي راح يكون هو موال. والموال هو عبارة عن السلالم، يعني لا 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 حجاز يا لا 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 لا. مثلا مثلا، فتحياتي لكم، واللي يحب انه يشترك بدورات موسيقية حاضر وجاهز. مع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.